السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدرتو مع الصحيحه؟ مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكاع الناس اللي التحقوا بالقناه الجداد، مرحبا بكم. وما تنساوش تبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش ليا الاشتراك ولي لايك والتعاليق ديالكم اللي هما كيهموني بزاف الصراحه، وكنقراهم كاملين وكتزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. كدرتو مع هاد الاوضاع اللي حنا فيها، تفائلين وخلوا ايمانكم بالله قوي، ما بقى قد ما فات، ما بقى قد ما فات. الله يشفي امه سيدنا محمد، الله يشفي، الله يحفظ لنا بلادنا ويشفي جميع المسلمين ويحفظ لنا كاع الناس اللي كنبغيوهم، الله يحفظهم لينا ويحفظ لنا والدينا وحبابنا. حبايبي، جيت نشارك معاكم واحد الكيكه، جيت نشاركها معاكم صراحه. كتجي زوينه والمكونات ديالها جد بساط، يعني متوفرين عندكم في الدار، وكيكه بطريقه سهله وناجحه، وغتجربوها ان شاء الله وغتصدق لكم وغتقولوها ليا في لي كومونتير. كيكه هي صراحه زوينه ديال الشوكولا، يعني حتى اللي عند الولاد الصغار كتعجبهم، وعندها بزاف انا في التزيين ديالها، انا كتزينيها بزاف الحوايج على حسب الذوق ديالكم. اليوم انا غنشاركها لكم بالطريقه اللي كنديرها انا والطريقه اللي كتعجبني، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. غنحتاجها في الكيكه وغنحتاجها في التزيين اللي غندير الكيكه. اول حاجه البنات غادي نحتاج، بالنسبه نوريكم بحاجه بحاجه، عندي هنا 5 البيضات. بالنسبه للناس اللي عندهم البيض كبير استعملوا 4، انا حنت عندي صغار مستعمله 5. عندي 4 الخمارات وعندي فاني. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، عندي كاس سنيده، كاس الزيت، وكاس الحليب. انا كنستعمل كيسان ماشي ديال العنبه، كنستعمل شويه هادو كبار شويه، وهذا كيف ما كتشوفوا عراض وكبار شويه على حسب ثاني المول، يعني تقدري ديري كاس العنبه ونص هكا. وكنستعمل دانون هنا البنات. بغيت نقول لكم هذا كاكاو، انا هنا حاطه جوج المعالق كبار. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هكا كاكاو هكا كنشريه انا بالعبار، بالنسبه للناس تقدر تعوضوا بجوج ديال الساشيات ديال الكاكاو. يعني بغيتي ديري العبار غديري جوج المعالق، بغيتي ديري كاكاو اللي كيكون في لي ساشي غديري جوج. هنا عندي الدقيقه البنات، انا ديجا مغربلاه وحاطاه في هاد الجبانه. الدقيق كيبقى على حسب الخليط، الدقيق كيبقى على حسب الخليط، يعني الخليط ما بغيناش يكون ثقيل، بالعكس خاصو يكون خفيف حيت الكاكاو كيشرب كيف ما نتوما عارفين. هادو المكونات اللي غنحتاج في الكيكه، وهادو اللي هنا المكونات اللي غادي نحتاج في التزيين ديال الكيكه. غادي نحتاج كاس ديال الحليب، بالنسبه اللي عندها كاس العنبه دير كاس ونص، كاس ونص العنبه. هنا عندي نص كاس ديال سنيده، شوفوا راه غير نص كاس، يعني كاس كبير ديال الحليب. باللي عندها كاس اللي كتعبر بكاس العنبه دير كاس ونص، ونص كاس ديال سنيده. هنا عندي معلقه ونص ديال النشا، النشا اللي هي مايزينا، عندي نشا. عندي واحد معلقه ونص، معلقه كبيره ونص ديال الزبده كيف ما كتشوفوا القياس. وعندي هنا معلقه واحده ديال الكاكاو، معلقه واحده. هنا عندي لي مورسون ديال الشوكولا، وعندي جوج ديال فاني. بالنسبه لهاد المكونات اللي عندي هنا غنخليهم هنايا، هادو غنديرهم غير للتزيين اللي غندير الكيكه من الفوق. والكيكه غادي نحتاج ليها هاد المكونات اللي انا وريتكم في الاول. بنات على بركه الله، انا ديما كنخلط الكيكه كنطلعها في مولينكس، ديما الصراحه كنديرها في مولينكس باش كتجيني، باش كتصدق ليا، يعني كل واحد يستعمل يا الخلاط ديال هذا الكهربائي، الخلاط العادي، الباطور، يعني اللي عندها شي حاجه بغات ديرها تستعملها. المهم اول حاجه غادي
نبدا بالبيض هو الاول. كيف ما شفتوا هنا درت 5 البيضات، دابا غادي ندير عليهم ساشي ديال الفاني. غادي ندير كاس ديال السنيده. البنات انا في هذا الوقيته اللي كنكون كنصوب فيها الكيكه ديجا كنكون مشاغله الفران دايره يسخن، يعني ديما دير الفران هو الاول كيسخن عاد بداي تخلطي في الكيكه. دابا غادي نزيد عليه كاس ديال الزيت. كاس كبير ديال الحليب، وغادي نزيد الدانون، وغادي نزيد الكاكاو. الكاكاو غادي نديرو في مولينكس باش ما يبقاش هكا مكور كيتخلط معاهم. صافي دابا غادي طلعت البيض مع هذاك الشيء اللي مكونات الاخرى. دابا غادي ندير الخليط ديالي في بانيو وانا معاكم. ها كيفاش كيجي الخليط. ديما بقاو ديروا الكاكاو معاه في المولينيكت باش هكا كيسهل عليكم، ما كيجيش يبقاش مكور. دابا غادي نزيد الدقيق وغادي نزيد الخمارات. كيف ما قلت لكم انا ديجا الدقيق مغربلاه مع خاصو يتغربل باش ما يبقاش مكور. شكرا. نوجد الخمارات نحلهم. هاد الكيكه كتجي غزاله غزاله بزاف. ها نغربل لك الشاشيه. ماشي مشكل صافي راه هنايا. شنو بغيت بغيت نزيد الدقيق. اول حاجه كندير الدقيق. انا قلت لكم رانا مغربلاه اللي ديجا موجده. ندير الدقيق باش ندير فوق منه الخمارات. الدقيق البنات على حسب الخليط، ما يكونش مبغيناش حنا يجي ناشف، حيت الكاكاو كينشف كيف ما عارفين. دابا غندير الخمارات غنغربلهم باش ما يبقاوش مكورين. غندير جوج غطاقين ليا. دقيق وزدت الخمارات ديال الحلوى. دابا غادي نبدا نخلط. انا ما بغيتش الخليط يجيني ثقيل، بغيتو يبقى خفيف حيت الكاكاو كيشرب كينشف. انا ما بغيتش تجيني ناشفه وتجيني قاصحه، لا بغيتها تجيني انا رطبه وهشيشه. قد ما خليتو الخليط يعني خفيف قد ما مزيان. غادي نزيد الدقيق
دقيقه انا ما بغيتش نعطيكم زعما القياس حيت عينك ميزانك في الفورس. قلت لكم على حسب الخالر، انا راه ما كان نديرش العبار، يعني انا عيني ميزاني. كنبقى نحط شويه شويه وكنشوف. كتجي زوينه، كتجي زوينه بزاف، وكتجي طالعه وخفيفه، وزعما الصراحه كتجي كيكه ناجحه 100%. غادي تشوفوا في الاخر كي غادي تطلع ان شاء الله. بقى خفيفه بزاف كيف ما شفتوا، طبعا نزيد ليها شويه الدقيق. كتوجدوها هكا مورا الغدا، تبقى الكوتي كتجي الكوتي، كتعجب صراحه الوليدات الصغيورين حتى هما. شي حد هكا جاك على غفله بحقدا مع هاد الحجر الصحي ما كاين اللي يجيك ياك ماما مع هاد الحجر الصحي ما كاين اللي، ولا توحشنا الحباب والله هكا الفاميله صحاباتي صحابات ماما، والله الا زعما لهنا خطينا حباب وصافي الله يرفعنا لنا هاد الوباء. ديما كتكون الدار عامره علينا، الله يرفع علينا هاد الوباء يا ربي، ويجع ربي يحفظنا ورعانا ورعانا يا ربي. انتم البنات انا هكا بغيت الخريط ديالي، بغيتو انا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، بغيتو خفيف، انا ما كنبغيش الكيكه تجي مدقصه، وهذا هكا كتجي واعره كتجي فنه. وما تنساوش حنت الكاكاو، راكم الاغلبيه عارفين انا كندوي على البنات المبتدئات اللي هكا اول مره غيجربوا كيكه، بغيت انا تجي بهذا الشكل. علاش؟ حيت الكاكاو كينشف الكيكه، هو اصلا كيشرب، فانا بغيتو على هذا الشكل هذا. هنا عندي المكونات اللي غادي نحتاج للتزيين. نعاود نقول لكم، عندي كاس ديال الحليب، نص كاس ديال سنيده، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، ومعلقه ونص ديال النشا، ومعلقه ونص معلقه كبيره ونص ديال الزبده، وجوج ديال الفاني، ولي مورسو ديال الشوكولا عندي هكا باش تعرفوا. المهم دابا غادي نبدا، انا غادي ندير الخليط. اول حاجه غندير الحليب في الكاسرونه، وغادي ندير سنيده، غادي ندير حتى الكاكاو دابا على الخليط باش نحركهم مره واحده باش مابقاوش متكورين. وعندي مايزينا حتى هي غادي نديرها، نحركهم باش تذوب ليا ديك سنيده شويه. نضيف حتى فاني غنضيفه في الخليط باش نحرك مره واحده. صراحه كيجي هاد الخليط كيجي رائع فوق الكيكه، كيجي لذيذ جدا جدا. المهم نحركو مزيان، حليب وسنيده وفاني ومعلقه ونص ديال النشا. دابا غادي نضيف عليه نيت الشوكولاته والزبده، وغنديرو في البوطه حتى نشوف الخليط انه تماسك ولا هكا شاد في راسو، يعني ثقيل. راكم غادي، المهم غنوريكم كيفاش غادي يجي. دابا غادي نضيف الزبده، يلا نغشي يطيح، وغادي نضيف الشوكولا، نضيف الشوكولاط هنايا صافي. غادي نديرو باش ندير فوق البوطه باش نحصل على الخليط اللي انا باغا. شوفوا ها الخليط كيفاش كيجي، كيتماسك في بعضياته، كيجي بحال الشوكولا مذوبه هكا كيجي. المهم دابا غادي نخليه حتى يبرد على راحته، وبما نيت باقا ما خرجش الكيكه من الفران، بما ينيش برد ليا الخليط على خاطرو عاد ندير عليه هاد الخليط، نديرو فوق الكيكه وندخلها الثلاجه تقريبا شي جوي ساعه هكاك،
هذا الشكل النهائي ديال الكيك. ها هو كيف ما كتشوفوه، جد كتجي طالعه، ما كتجيش مدقصه، هذا كتجي طالعه، كتجي غزاله. وشوفوا الخليط اللي انا درت، صراحه كتجي زوينه زوينه هائله. وبالنسبه للبنات بغيت نقول لكم، بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما، وعلى حسب التذوق ديال الذوق ديالكم نتوما. تقدر البنت اللي ما بغاتش دير هذه الخلطه اللي انا درت من فوق، تقدر دير غير جوج كيسان ديال دانيت شوكولا، دانيت شوكولا، تقدر دير دانيت شوكولا، تقدر دير هكا تقطع فوق منه البنان هكا دواور، اولا الفخيز هكا دواور. انا عندي القرقاع، فاستعملت القرقاع هكا غير ديكور وصافي. وصراحة كتجي لذيذة وكتجي هائلة، وما غتندموش عليها الا جربتوها الصراحة. راها يعني ماكراش نذوقكم كاملين، ماكراش نذوقكم كاملين، وجربوها. وراه الصراحة انا كيجيو عندي هكا صحاباتي بوليداتهم، والله الا الصراحة كيحماقوا عليا. انا ملي كيكونوا جي يعني دراري هكا الصغار للدار، كندير فوق منها جوج ديال دانيت من الفوق، وكندير فوق منها هكا شوكولا كوكيز الصغيرة ولا الفيرمينسيل، صراحة كيجي رائع رائع رائع. المهم كيف ما كتشوفوا يلا بصحتكم البنات، والبنت اللي كتوحد تسمح ليا، ونتمنى انكم تجربوا الكيكه. كما كتشوفوا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوها مزيان، كتجي صراحه لذيذه 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 بزاف، كتجي طالعه. بصحتكم وراحتكم بيبي غزالاتي، وصلنا لنهايه الفيديو. شاركت معكم الكيكه اللي انا بغيت نشاركها معكم، كتجي ناجحه 100%، مكونه ديالها جد بسيط كيف ما قلت لكم، يعني متوفرين عندكم في الدار. كنتمنى انكم تجربوها وما غاديش ندموا عليها، واللي جربتها فيكم تكتب لي في الكومونتير راه جربتها وصدقات ليها. تبعوا نفس المكونات نفس الطريقه وراها كتجي رائعه. وشكرا على التتبع ديالكم للفيديو، شكرا على الدعم ديالكم، ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. خليكم في البيوت ديالكم والتزموا بالبيوت ديالكم، وان شاء الله ما غيكون غير الخير ان شاء الله. تهلاو.